يا هلا مرحبا فيكم فقرة جديدة. اليوم ويانا موهبة قدرت انها تبدع برسم الشخصيات والتأثيرات الخاصة. اليوم ويانا الميك اب ارتست امل. حياك الله امل. الله امل، حبيت بالبدايه بعد نتكلم ان انت مو دارسه مجال الرسم يعني، ولكن صارت ان شاء الله موهبه عندك ودشيتي هالمجال. لما نتكلم عن دخولك للمجال، انا من البدايه ميك اب ارتست، فطبعا تعرفين ان الميك اب ارتست تعرفي شلون تخبي عيوب الوجه، تكبر في الوجه اماكن، تصقر، تخفي الى اخره. فتدرين فترة الكورونا كلنا انحكرنا بالبيت ولا كان في موديل نشتغل عليهم ولا زباين ولا عرايس، فصار الموضوع ان قمت بس انا اشتغل على نفسي. تأثرت طبعا اول شيء بمسلسل كان ينعرض حق المبدع ناصر القصبي، فوايد شدتني تعابير وجهه والتقاسيم اللي بوجهه، فكذي حسيت ان ودي ليش ما اسوي شيء كذي، فبلشت معاي من ناصر القصبي. ما شاء الله انت يعني تقريبا بكل فيديو قاعد ترسلين رساله للهدف، وسويتي اكثر من 20 شخصيه. نبي نتكلم اكثر من الشخصيات اللي كانت صعبه انك تسوينهم. سؤالك في شقين. اول شق اللي هو فيه كانت فعلا حقبه فيديوهات سويتها كان هدف ان اوصل رساله سواء للاحتياجات الخاصه او العنف ضد المراه. بالنسبة لي أصعب شخصية من شخصيات المشاهير أو الممثلين كانت عادل إمام، لأنه كان في وايد عجينة بالوجه، حسيت إن أنا وايد دمرت بشرتي وتعبت إن أوصل الشخصية، خصوصاً إن تدرين حجاب، فكانت شوي صعب. أي إن شلون إن تطلعين عادل إمام وأنت متحجبة، أتحايل على الموضوع بحيث إني أنا ما ألبس بواريك وما أطلع شعري طبعاً. ف آخر تدريب تعرفين من ألعاب الأطفال هذه اللحية، أسوي فيها أي حركة يعني، بلوك عادل إمام سويتها، بلوك فيفي عبدو، بلوك بعد ماجد المهندس. أي فاستخدمت هاللحة يعني أني أتحايل على الموضوع أنه يطلع كنا شعر. بس وش كثر تقعدين؟ شنو مدة عشان تكملين لك شخصية واحدة؟ في شخصيات بسرعة أسويها، في شخصيات تأخذ لها أكثر من 4 ساعات، وفي شخصيات ما تضبط أمسح وارد أسويها أو أسويها اليوم اللي وراه كذي يعني. أمل، بعد ودنا نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتيها. صعوبات طبعا تدرين أنا يمكن أكثر شيء واجهته صعب إن أنا مريضة MS من 2002. موضوع التركيز عندي شوي صعب، وإن وايد إنه يكون الموضوع يعني دقيق بالنسبة للنظر وشذي والتوازن، فإن تضبطين حركة الرينكلز، طريقة العين وشذي، هذه من الصعوبات. هم من الصعوبات اللي واجهتني عدم توفر هالمنتجات اللي إحنا نستخدمها ونشتغل فيها. في أشياء أضطر أسويها أنا بيدي مثل العجينة مثلاً، صح، إذا مو متوفرة. الملابس، الأشياء للشعر يعني، بس نحاول يعني. نحاول نمشي في الموضوع. وأيضا يعني أنا من نفسي أشوف أن الرسم أصلا بروحه، رسم على ورقة، رسم على لوحة صعبة، ولكن هذا شيء يختلف تماما عن لما نيجي نرسم على الوجه. صح، أنا أعتبر الرسم على الوجه كنا 3D يعني، أنت قاعدة تنفذين رسمة أو شخصية معينة، لأن رسم الشخصية على ورقة هي جامدة، لكن أنا قاعدة أشخص الشخصية هذه على وجهي بنفس الوقت. حتى حركاتها لو تلاحظين بالفيديوز أنا قاعدة أخذ أنا أدرس الشخصية، أشوف كذا مسلسل، أشوف مسرحية، أشوف أغنية، أشوف شلون يتحرك، شلون يستخدم الرياكشنات بوجهها، صح، البادي لانجوج ماله شلون، فأحاول أطبق هذا الشيء بعد على أساس إنه تضبط، تحسين إن فعلًا الشخصية هذه إيه هي، تندمج. نفس مثلًا سهير البابلي اللي الكل ما صدقوا هذه إيه هي، بس إيش فيها متغيرة؟ لا هذه أنا بس مسويها شخصية. أنت شايل اللوز قبل الجواز؟ إيه عبعاد؟ البنت بتنزل مسلقان كأنها نازلة كده. نعيب، إحنا في الصباحية، أمال في الأربعين هتعمل إيه؟ كلمة أخيرة حابة تقولينها؟
حابة أقول إن ماكو شيء صعب على أي أحد، حتى لو أنت عندك عجز معين أو مرض معين ما تستسلم، اللي بالك لازم توصل له، والحلم اللي أنت تحلم فيه لازم تحققه. فما في شيء اسمه مريض أقعد بالفراش أو أقعد بالمستشفى، هذا أول شيء. وأهم شيء أوجهه للكل، مرضى MS، مرضى السرطان، أمراض المزمنة، لا تحدك أمراض ولا يحدك شيء، وانطلق، وإن شاء الله ربي العالمين رب العالمين راح يكون معك وراح توصل للتبي إن شاء الله. إن شاء الله آمين. مشكورة وتسلمي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. نشوفكم على خير، مع السلامة.